state مرتدى جبريل يوسف نجار بروسيبا بأي رواية تقرأ؟ رواية حفص بن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقدر ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل على والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله
قال هل عسيت القاف قال قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم إِلَّا إِذَا تَمَنَّى
الشيطان في أمنيته أمنية لا تصدق يا صدقني إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسه إلا إذا تمنى سيدنا تصدق إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي ليجعل ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنته للذين في قلوبهم مرض ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم